أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نعرض لكم بأبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وننتظركم عبر أرقام هواتفنا اللي تشوفوها بأسفل الشاشة. تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من البرنامج، في حال ما تم الخط تقدرون تتواصلون يعني على الواتساب، الرقم الأخير اللي بصفة إشارة الواتساب. أتمنى تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نعرف منو كتب ومن وين. نبدأ حلقتنا مشاهدينا الكرام بقضية انهيار الواقع الصحي المتفاق. ما العراقي يعرف أنه ماكو صحة بالبلد، يعرف كل زين، والعراقيين يعرفون هذا الملف انتهى. لكن نبدأ من محافظة ذيقار ونشوفكم المساوئ اللي تصير بهاي المحافظة. هاي المحافظة اللي تم تخصيص كميات كبيرة من الأموال حتى يسوون مشاريع خدمية حتى يعمروها، لكن على ما يبدو أن المؤسسات الصحية العاملة الموجودة بالمحافظة خارج جداول المشاريع الملحة أو خارج أولويات الإعمار بالمحافظة. هذا اللي دا يصير، لأن الفيديوهات اللي دا تنتشر هيك تبين لنا. على الرغم أنه يبدو أن ملف الصحة بشكل عام ووزارة الصحة هي خارج القياس. وجدنا ناشط من مواقع التواصل الاجتماعي ينتقد الإهمال المتعمد من قبل السلطات الإدارية والصحية في المحافظة وإدارة مستشفى الناصرية العام نتيجة الإهمال المتعمد إلها، ويوثق لنا بهذا المقطع غرق المستشفى بالمياه نتيجة الإهمال وغياب الصيانة بها. تعالوا نشوف. خلي يشوف وزير الصحة زار محافظة ذيقار، خلي يشوفون رئيس لجنة الصحة النيابية النائب علاء الركابي وأحمد غني القفاجي عضو مجلس محافظة. هاي المستشفى التركي الحكومة العراقية صرفت عليها 175 مليار، وهاي المستشفى فتحت بدماء وتضحيات أبناء تشرين وضغطوا، وقدمنا 7 شهداء حتى تنفتح مستشفى التركي. شوف الفيضان سائر المستشفى التركي، طاق أنبوب مال المياه، وهاي غرفة الأضابير، يعني غرفة الأضابير الخاصة بمستشفى التركي أو ولايات مستشفى التركي كلها فايضة. هذا الحال بمستشفى الناصرية العام. نطلع من محافظة ذيقار وننزل لجوة ونروح إلى عروس الخليج العربي، أو ما كانت تسمى في يوم من الأيام بهذا الاسم. المقطع هنا يوثق ما وجده مواطنين بأحد أماكن تجمع النفايات أو مكبات النفايات، ووجدوا الطريقة الغير صحيحة للتخلص أو إتلاف العلاجات المنتهية الصلاحية من قبل الحكومة أو السلطات. هاي القضية إتلاف الأدوية المنتهية الصلاحية تتطلب على الحكومة والجهات الصحية المسؤولة بالمحافظة الحذر الشديد واتباع طرق معينة بوفق ضوابط معينة، كونها قد تسهم هاي الطريقة في تلوث البيئة المحيطة بالمكان. شنو اللي دا يصير؟ ذني أدوية، الأدوية بها مواد كيميائية، وذني الأدوية لما تفسد تتحول إلى مواد سامة، ذني لما تتحلل وتنخلط الأبر على الانتيبايتيك، على الفوارات، على الكريمات، على المراهم، على الشرابات، ذن لما يختلطن يتحولن الى سم، لما يطبن للقاع شو تصير القاع؟ تصير القاع سامه، تصير قاع بور لا تصلح للزراعه. هاي واحد. اثنين، من الممكن تنبعث منها روائح نتيجه انبعاث غازات بسبب المواد الكيميائيه الموجوده بداخل هاي الادويه فتسبب تلوث هواء. ثلاثة، طفل فات وطب وشافهن يلعب بيهن وممكن يخلي شيء بحلقه وتؤدي الى وفاته. خلونا نشوف اللي وثقه المواطنين. وهم خاف بعدين يقولون هاي مو علاجات بس باكيتات فضل، وهاي الاوبر، هاي الاوبر، هاي هم اوبر، هاي هم اوبر، هاي باكيت كامل. شوفوا هذا باكيت كامل، هاكم خلاص. والله كارثه بالقرار. هاي مو المفروض تتلف، اكو لجنه من الامن الوطني والجهات المعنيه وينتلف فضل. نعم، المفروض ما له علاقه بالامن الوطني يا حبيب قلبي، المفروض اكو لجنه من وزاره الصحه اسمها لجنه الاتلاف.
هاي اللجنة لازم تسوي جرد على المستشفيات، على الصيدليات، تشوف الأدوية المنتهية الصلاحية تلمها من السوق، حفاظا على أرواح المواطنين، حتى لا يجي واحد نفسه ضعيفة بصيدلية ما بمستشفى أو خارج المستشفى ويبيع دواء منتهي الصلاحية إلى الناس ويتنفع من عنده. فالمفروض أكو لجنة بوزارة الصحة تتابع هذا الأمر، وراء المتابعة لجنة المتابعة والتقييس أو المتابعة النوعية تكمل، أكو لجنة اسمها لجنة إتلاف، فذن المفروض كلهن موجودات في مخازن وزارة الصحة وبمحضر إتلاف رسمي ينتلفن بطرق صحية معينة، والأشياء اللي تندفن جوا الأرض تندفن، والأشياء اللي تنحرق تنحرق، والأشياء اللي تنذب بطريقة معينة تنذب ويتخلصون من أدها. لكن الجماعة بالعراق ما مهتمين بها، شنو ضوابط، شنو تقييس، شنو نوعية، شنو طرق جودة، شنو تلوث طز، شيل الباكيت وشمره بالشارع هو يروح. نبقى بالبصرة. هذا الفيديو أيضا من محافظة البصرة، وثقنا بأحد المراجعين قضية تعاني منها المستشفيات العراقية خاصة حكوميا لعدة أسباب، منها الفساد، المحسوبية، عدم وجود كوادر كافية بالأصل من قبل وزارة التعيين، من قبل وزارة الصحة عفوا، أو عدم وجود مبدأ التعيين أساسا. والقضية هنا هي معاناة المراجعين بندرة أو قلة أو هروب في بعض الأحيان الكوادر الطبية العاملة في المستشفيات. القضية أنه اللي صاير بمستشفى القرن العام على ما يبدو حسب الصور أنه كأنما مكان مهجور، لا يخلو من المراجعين لكنه يخلو من الكوادر الطبية العاملة. تعالوا نشوف. هاي الساعة 9 الصبح وللآن الاستشارية، والله والجلدية ما يتواجد، والله شنو ليش ما يتواجد، والله اليوم خميس. زين هاي الناس اللي جاعدة شنو ذنبها، هاي كل اللي هنا متواجدة وهاي الساعة 9:05، شنو ذنبها هاي دائرة صحة البصرة؟ هاي استشارية القرنة، مستشفى القرنة، والله يقولون اليوم خميس ما يتواجد الدكتور. زين هاي المرضى شنو ذنب هاي الناس اللي قاعدة منتظرة كاظة سرق، وتروح للمدير الدكتور عادل مدير الاستشارية مات، والله يقول والله دائرة صحة البصرة ما تدزن الدكتور. زين يوم الخميس وين يروح هذا المراجع؟ لك الله يا الفقير. هاي مستشفى القرنة شوفوا هاي الحاويات وهالشكل، هاي الوضعية، وضعية الجراثيم والأوساخ اللي بالبصرة وصف الطوارئ. تحية إلى أبناء الشعب العراقي، وصية إلى أولادنا، وليدي بنيتي ممنوع تتمرض يوم الخميس، شيابنا عجايزنا آبائنا أمهاتنا يوم الخميس الطبيب ما يداوم، ممنوع تتمرضون. أدري بكيفه دا ينزل تطبيق من جوجل جاري تنزيل المرض، الشبكة المراد استخدامها ضعيفة جدا، انتظر إلى يوم الجمعة، الخميس ما يتنزل المرض. شنو الموضوع؟ إيه معيب؟ شنو مستشفى الخميس ما تداوم؟ عيني وزير الصحة، تعال أكو نظام اسمه شفتات، شفت أول ثاني وثالث، ونظام الشفتات مو يعتمد 8 ساعات هنا 8 ساعات هنا 8 ساعات، لا مداورة، ممكن 5 شفتات يداورون بيناتهم. أكو أطباء اختصاصي يداومون من الصبح للأربعة يروح البيته، طبيب الاختصاصي يروح البيته، بس يبقى رهن الإشارة ورهن التليفون في حال أكو أمر عاجل يحتاج عملية خاصة معينة، يقولوا له للمريض راح نجيب لك طبيب الاختصاص حتى يسوي لك العملية الماء. لكن لما يطلع الطبيب الاختصاص وتفرغ العيادات الخارجية وتبقى المستشفى اللي هي الممرضين فوق المفروض كاملين واللي نايمين بالمستشفى على الخدمة على قدم وساق، وطاقم التمريض متكامل في كل طابق وفي كل قسم، إن كان أطفال إن كان نسائيا إن كان عمليات وجراحة وغيرها وعظام وعندك شعبة اسمها شعبة الطوارئ بها لازم طبيب مقيم ومجموعة من الأطباء ومجموعة من الممرضين، بها صيدلية لازم بها صيدلاني، بها ريسبشن لازم بها استقبال، بها أمن، بها منظفين، ذولا 24/24 يشتغلون. صيدلية ومستشفى عفوا ما تعزل، ماكو خميس ما يداومون، عيب والله، فشلتونا قدام الوادم. بس مو صوت الوزير الصحة، صوت أبو الله لا يوفقني اللي خلاه وزير صحة. الناس لما شافت هالفيديوهات علقت على هذا الموضوع، وأول تعليق موجود ويانا من حسوني المير، مستشفيات البصرة كلش تعبانة،
حمد السلطان، كل شيء تشوف في قضاء القرنة، المستشفى عبارة عن فوضى وعدم وجود دكاترة وعدم وجود أكثر من دكتور بنفس الاختصاص من أجل تخفيف الزخم. عقيل المياحي، حسبنا الله ونعم الوكيل، بيهم وين إدارة الصحة؟ طالب الصريف العبادي، أهم شيء المستشفيات الأهلية خدمة لجيوب الفاسدين، عصابات للنهب بحق الفقراء وعدم المتابعين من قبل المسؤولين. أم رعد الوتار، اللي يسمع تصريحات المسؤولين يكون العراق من الدول المتقدمة، إلى متى نبقى بلا مسؤولية؟ كل الشعب فاقد الثقة بينا وبين بينا وبين المسؤولين بسبب الكلام المزوق المملوء بالكذب. كاظم المالك، اللجان اللي من الصدر التعليمي وحدة الغسل الكلوي، اللي كان اللي بمستشفى الصدر التعليمي وحدة الغسل الكلوي مرضاهم صار لهم 4 أشهر ما يضربوهم أبركس ونشتري من الصيدليات الخارجية، بل الالتفات لهم من أصحاب القرار، وهاي وحدة من مشاكل العراق اللي هم مرضى أو من يعانون من الفشل الكلوي يحتاجون إلى غسيل كلوي مرة بالأسبوع أو مرتين بالأسبوع أو ثلاثة وممكن أكثر في بعض الأحيان حسب شدة الحالة وحسب اختلاف الحالة من شخص إلى شخص، من رجل إلى رجل، ومن امرأة إلى امرأة أخرى. لكن العراق لا أكو بي سائل بريتوني، لا أكو بي أوبر إبروكس، لا بكل شيء، حتى الأجهزة ما غسل كلى ما موجودة، والعالم مشمرة بالردهات وما حد يدير لهم بال. تصريح آخر من هذا آخر تصريح من آخر تصريح من الكاظمي، المشكلة اللي إحنا بدنا نحكي بيها لما نتعامل ويا مستشفيات، هسا يجي واحد يقول لك أنت قاعد تروج بالحصار، بالحصار أيام العملة الورقية الطبع، العراق كان ممنوع من السيرات كل شيء، ما مساء مراء للأدوية يشتغل بالحصار، أيام الضيم والجوع، العيادات الشعبية اللي موجودة بكل منطقة ببغداد، ما أقول لك تعادل مستشفى بس تلقي بها صيدلاني وطبيب عام وطبيبة نسائية طبيب اختصاص وطبيب أسنان، وكانت بسعر رمزي نروح للعيادة الشعبية نقص باص وهاي وتروح تشتري الدواء من الصيدلية وهاي. أما المستشفيات فكانت مثلاً في بغداد الكندي، اليرموك، مستشفى الرشيد العسكري، مستشفى دجلة، مستشفى الخيام، مستشفى ابن البيطار، تهني المستشفيات اللي مستشفى النعمان لأن اللي عليهن القيمة والكبار. ما أتذكر بيوم من الأيام رحنا المستشفى وما لقيناها تعجب الموظفين ونظيفة واللي يطب لها مريض يتعالج، واني واحد من الناس اللي بالحصار سويت عملية بمستشفى النعمان، ما أتذكر أهلي شكوا أنه أكو سوء معاملة أو أكو قلة أدوية أو أكو طبيب ما موجود أو ممرض ما موجود أو اختصاص ما موجود، أو مثلا بالعملية قالوا للوالد روح اشتري الكانونة من الصيدلية والشاش والجفوف والصدرية اللي يلبسها الطبيب والكمامة والمغذي والمخدر و و و و. قضية الصحة اليوم بالعراق، اكو جماعة طشوا بالفترة الأخيرة بالعراق خصوصا بالنزاعات المسلحة بين الميليشيات، ما يرضون واحد يحكي على زعيمهم، وزعيمهم هو زعيم الإصلاح، كان ماخذ زعامة تيار الإصلاح بالبلد ويمشي ويقول أنا أريد أحارب الفساد، وزارة الصحة كانت تابعة إليه، عرفتوه مو؟ اللي ما عرفه أقول اللي هي مقتدى الصدر، كانت وزارة الصحة تابعة للتيار الصدري، اللي يمشي ويقول أنا أريد أصلح كان شوفتنا إصلاح على قلب وزارتك. نروح إلى ملفنا الثاني ونبدي من محافظة المثنى، لقينا ناس تشتكي من غلاء بيع الأسماك بالمحافظة، يتهمون الناس الحكومة أنه هي السبب وراء هالشيء، يقولون غياب الدعم الحكومي وإهمال الثروة الحيوانية خصوصا هي وراء حملات، بالذات وراء حملات التمر اللي نفذتها الجهات الحكومية لبحيرات الأسماك بحجة التجاوز،
وما قدمت أو وفرت بديل مناسب لأصحاب مزارع تربية الأسماك بوسط اتهامات وجهوها المزارعين والمربين والناشطين والمراقبين والناس أنه أكو تعمد من جهة ما، ما أريد أقول لطار، أن يلحق الضرر بالثروة الحيوانية المحلية حتى يفتحون الاستيراد على قدم وساق من إيران ويغرقون السوق المحلي بالدجاج الإيراني والرقي الإيراني والطماطة الإيرانية وسيجان السمج الإيراني. تعالوا نشوف. كان ب 4000 5000 هسه ب 9 وب 10 كيلو، يعني السمج كلش غالي والعالم ما عندها، يعني تيجي تعامل وتروح. كان ب 3 ب 10 ب 4000 العالم تسوى خير من الله، هسه ماكو انقطع رزقنا. يعني للبحيرات سدوا البحيرات قسم ما ماكو، يعني صعد الكيلو ب 10000 دينار، يا ليش تشتري ب 10000؟ السمج هو مو صناعي. السمج مو صناعي. السمج إذا كان متواجد يرخص، ما متواجد ما يرخص. أكو بحيرات طموها، البحيرات قلت، البحيرات قلت. إحنا منين هسه سبشتنا؟ سبب الارتفاع هو ردم بحيرات. كانت بحيرات الموجودة بالعراق أكثر من 3000 4000 بحيرة، هسه الموجودة 300 400 بحيرة، 400 ما يكفي للعراق كله. هذا سبب الصعود، وسبب صعود الأعلاف. يعني لما يقول لك السمك ب 3 ب 10000 كان فرضا السمك الكارب اللي الناس هسه ورا الاحتلال قامت تعتمد عليه بالسقف، قبل كان سمك من النهر شبوط قطن، كان زبيدي نستخدمه جري، عندنا كومة انواع كنا نطب للسوق نشتري من عندها، والمعتمد عليه العراقي والشبوط وال قطان. اما الكاربورا الاحتلال قام يطب للعراق. فلما يقول لك 3 ب 10 متوسط السمكه قول كيلوين كيلوين وشويه، فواحدهم ياخذ له سمكتين الاهل بيته ما صار لها 15000 16000 عمي 10 دولارات، بينما الكيلو ب 10 فالسمكه توقع عليها ب 20 25 دولار. وراتب ماكو، وذوي الدخل المحدود رواتبهم تفاليس بالعراق، اما دوله تابع ماكو. نانا رجعنا للبصره، لكن بقضيه الاسماك وغلاء اسعار الاسماك، هاي المحافظه بالذات كانت تشتهر وما زالت بتوافر وبوفره انواع السمك وجوده السمك اللي موجود بيها، اضافه الى الطعم الحلو الجميل اللي خبل اللي سمي اللي تريده. اكو اسماك خاصه بالبصره، مثلا سمك الصبور، لكن اليوم المواطنين والصيادين يتحدثون عن اسباب اخرى تصير عندهم سببت ارتفاع اسعار السمك بالمحافظه، ويشتكون الصيادين من تعثر عملهم بالصيد لهالموسم بسبب جمله من الاسباب ابرزها اهمال الحكومه وغياب الدعم لهم. تعالوا نسمع. صيد كلش قليل لانه ما يخلوا الناس تشتغل، والموسم صار عندنا كلش ضعيف والاسعار كلش غاليه، يعني الفقير ما يقدر ياكل سمكه من وراء الحكومه. الايراني يصيد والعراقي ما يصيد، هاي بيها وقت صار. ليش هيك؟ انت عندك كاميرات وعندك شيء على طول الحدود، ما اقول لك لا، المسيء المخرج ادمي كظم. محافظه البصره كانت هي المحافظة الأكثر استهلاكاً للحوم الأسماك في العراق كله، أكثر محافظة، وقلت لكم بها أنواع عديدة وتختص محافظة البصرة ببعض أنواع السمك. لكن المشكلة لمن البصرة اللي بيها شط العرب والمطلة على الخليج العربي، فتلقى بالبصرة سمك نهري وتلقى بالبصرة سمك بحري. تريد البحر تروح تشتري وتاكله، تريد النهر تروح تشتري وتاكله، انت حر. لكن الصياد لما ما يقدر يصيد لانه اكو معوقات اليه، المواطن ايش ياكل؟ انا اريد اسال سؤال ابو حكومه الله لا يوفقني. انت داعي اول ما جيت للحكومه وقلت الله لا يوفقني اذا خليت الشعب ياكل؟ انت قايل انه الله لا يوفقني اذا خليت السياره تمشي على شارع مبلط؟ دعيت وقلت الله لا يوفقني اذا خليت مواطن يطب بمستشفى حكوميه ويلقى علاج؟ حتى نفتهم، حتى نعرف انه كلمه الله لا يوفقني انت بيا اتجاه دعيتها، انت قلت الله لا يوفقني،
احنا افتهمناها. الله لا يوفقك اذا الشعب ما لقى شيء، بس الشعب كل شيء ما لاقي. نريد نفتهم انت شنو رايك. الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع. اول تعليق من حسين الحداد: بحيرات بيد المتنفذين من الاحزاب سيطروا على كل مفاصل الحياه ولحم الغنم، اصبح سعر اليوم 25,000. ابو حسام المالكي: هذا اللي امر باغلاق البحيرات لعد ايش قد عميل ومدفوع الثمن، اللي سويته شنو من غلقت البحيرات؟ الحل وينه؟ غير عندك لازم خطه بديله من غلقت البحيرات، غير توفر بديل للسوق حتى ما يتاثر السعر وياثر على الناس، والحل شنو؟ علي حسن: بتاريخ العراق ما صار كيلو السمك 9,000 بالعلوه جمله، هاي الفيضانات الماي ليش ما خليتوا العالم تزرع سمك؟ احنا اهل الحضاره، احنا اهل الخير، ليش هاي الثروه الحيوانيه اللي عدمتوها؟ ليش وزاره الزراعه مستورده سمك من ايران؟ زين الوائلي: الثروه الحيوانيه والزراعيه كلها انتهت بالعراق. سعد فاضل المياحي: بدل ما يدعمون اصحاب البحيرات راحوا طموا البحيرات، مو اقتصاد بلد هذا. واحمد عماد القصير: القضيه تحتاج خطوات، اولها غياب الدعم الحكومي لاصحاب البحيرات، عدم توفير الاف ادويه، عدم اعطاء مساحات لانشاء البحيرات على اضعف تقدير الاعتماد على المياه الجوفيه في الصحاري. ثانيا فتح باب الاستيراد المحدود مع عدم اغراق السوق بالاسماك المستورده كونها تضر بالمنتوج المحلي. هنا الاخ احمد عماد نطاكم خطه كامله حتى شلون تحافظون على الثروه السمكيه العراقيه وشلون تمنعون تغول الاستيراد ودخول السمك المستورد خصوصا من دوله الارجنتين اللي يقولون عنها الجماعه الشقيقه جاره سوء ايران. ام ياسمين من بصره حياك الله. اهلا وسهلا. اولا الشطوط وسخه، قبل كانوا يكروها ويصعد الماي الها، هسه الشطوط كلها ملوثه، لهذا ماتت الثروة الحيوانية. رحت لابو الخصيباني القرايبي، يعني السمشتين ب25، هاي زوري جابوه، قلت لهم اريد صبور، انا صار ليش قد ما عندي ابو الخصيب وقعانا بعدها لو شوفها وين معمل اسمده. ليش هتشي؟ والله بتخالي قلت لي يا بيش هاي ب35 جبناها، ستة تقول يعني ظل اصرافني، قلت مع الاسف وين السمشة كانت عندنا ب35؟ اي يعني ما بيهن كيلو وكيلو ونص. اي ستة زوريات عودك صبورة بس. ام ياسمين نصي لي التلفزيون دا اسمعك اوضح. اي نعم اي نعم اي نعم انا نعم. والله اصفافني هسه، والله هاي قبل لا اسوي العملية ورحت عندهم عند قرايبي وهي وياي خطية تجي للمستشفى للزبير، ومن الزبير عندهم هم سيارة يجيبوني يودوني، وهنا جيراني هم الي يعني بصمة عندهم منطقتنا ياخذوني ويجيبوني يودوني. فقلت له خي اريد صبور، انا اتذكر ايام قبل نجيب قيعاننا والرطب والقيعان اللي كنا نصدرها للكويت وللدول، والله هسه ولا تمره، التمر راح، الخلال راح، ما ضقناه. يعني ليش هتش البلد وصل به النهايه؟ اول الشطوط كلها حشاك مردومه بالمجاري. مجاري من سدت الشط العرب كله مجاري غريان، مادة الغريان قبل كانوا يشرونه، ما تعرف قبل حفارات تشري الأنهر حفارات وتريلات ويشيلون التلوث الماي كله يصعد. فشوف الصبورة والسمكة والزورية كانوا قرايبي يروحون يصيدون كله ناخذه من الشط النهري يسمونه، هاي غير البحر. البحر وين هسه؟ لأن الدول استفادت بدمار العراق، هذا لغز يعني، حتى المي يفتهم والمعيد عرب، الدول كلها استفادت بدمار العراق. هو أولا حضاريا راح، ماكو الحضارات يريد يفلشوها، الآثار راحت، الأخلاق المجتمعي تلوث، صار تباعد بين المجتمع بين الأهل، يعني هي هاي المشكلة. أي فأتمنى للشعب العراقي يوعى يرجع حضارته الأولى، بلد الهيبة، بلد التطور، بلد الزراعة. الزراعة كنا أحسن زراعة، بامية هسه كلها من الدول الجوار يجيبوها إنه. السمك هم نفس الشيء، والله خالة ما أكل سمك، تدري أجيب هاي القوط السردين وأكله الصغير. بس من رحت عند قرايب أبو الخصيب قلت لها، كانت تقول لي هاي 6 ب35. نعم. ها؟ إي ليش؟ نعم. شنو السبب؟ نعم. شكراً لك أم ياسمين. يعني هو السؤال الأهم، هو العراق اسمه بلاد الرافدين،
يبدو انه احنا على ابواب 2025 اللي يقولون بلاد الرافدين راح يجفن دجله والفرات حسب التقديرات الحكوميه. المهم بلاد الرافدين بنهرين من شماله جنوبه يمرن بكل محافظات العراق، من شماله جنوبه دجله والفرات، المناطق الغربيه والنهر جاي من سوريا الفرات، والمناطق المحافظات الشرقيه للعراق اللي جايه من تركيا وفوق والشمال وداخله الى بغداد وغيره دجله، يلتقن بقرمة علي يبدي شط العرب، فيصير عندك شط او نهر كبير مورد ثالث اضافه الى شواطئ البصره المطله على الخليج العربي، وهي شواطئ بحريه على الخليج العربي بها اسماك. يعني العراق اللي بنهرين من طول من شماله لجنوبه على طوله كله ما بي مي وما بي سمك، والاهوار جفت، ووحدة مدرجة على لوائح الثقافة العالمية اليوم راح تنشال بسبب انه اكو مجموعة جتي تقود البلد وما تعرف القيادة. هاي الكارثة والطامة الكبرى. لو تطون احد المعلقين اللي علق عن طريقة ادارة الثروة الحيوانية وخصوصا ثروة الاسماك ليديرها احسن من عندكم. نروح هسه الى الوسط وتحديدا الى محافظة كربلاء. ملفنا الثالث عن محافظة كربلاء ومعاناة سائقي سيارات الحمل المحملة بمحصول الحنطة العراقية. بدل ما تجي الحكومة تدعم الفلاح العراقي ومحصول الحنطة والمنتج المحلي وتدعم جملة صنع في العراق حتى تخفف عن كاهل المواطن، اليوم بدت هاي الحكومة تبتز الفلاح وبتبتز ورا الفلاح سائق السيارة اللي تنقل المحصول العراقي. هذا بالضبط اللي هو مختصر ما صار في كربلاء أمام سايلو كربلاء مع سائقي سيارات الحمل المحملة بالحنطة العراقية. تعالوا نسمع. يعني بروح أقول شيء، ما عندهم اسمنت يسوون سحب، هاي سحب كلها هيمة مفتوحة. يعني اسمنت وفرغ هاي السيارات صار لها 10 أيام شنو اللي نبغاه؟ الراس عم على البوديات نايمين. ليش ما تفرغ؟ بوك سبتوك عم تفتر علينا، شنو اللي نمنع عني؟ بوك عمو بوك. من يسد الباب وجه؟ تقول استعلامات، بتروح الطب تريد للمدير الحاجي، تجيك الدورية سحلك منها وطلعك برا، لا تحاجي المدير، شو حاجي من عم حاجي كربلاء صار عندنا مرضية، يقول لك والله تحت الله يعينك، أنا حمس على بلد السيارة بالسيارة، سيارة تمشي بارد العطل. سألت واقفة هنا بخطر لكن معرضة للسرقة، معرضة للسرقة. أمس انسرق السيارة بالسرقة. الله يجد أمس النسبة بالسماوية الله يجد. حملها راح. قطة 500 ألف الله يجد الطوب. هسه أروح حمل هسه أروح. 500 ألف قطة السايلو. ما قطة 500 ألف إحنا السيد المحافظ المحترم. سيارات تزوير. إحنا سياراتنا تعرضت للسرقة. وحدة منهم طالب السيد المحافظ. يعزز قوة حماية السيارات. الله يجد أمس سيارة السيد هذه أبو معمر الساقي. ومحصولها الزراعي راح، واحنا لحد امس الساعة بالاربعة الصبح الطارد برا سيارة يلا لقيناها بمنطقة النجمة بالسماوة، السيارة مفرهدة ولما الخمسة قاعد حد السارق سيارة وقابها بالشارع، احنا ناكل السيد المحافظ اما يفرغ السيارات سوي لنا حال شنو ذنب ابن عمي سوي تحويل للحلة ما يسوي تحويل، احنا هم على باب الله خلي يجهز لنا قوة بحماية السيارات المسؤوليته والمرور. احنا الناس السيد المحافظ سلمنا قوه. احنا السيارات. يتابع الموقف مال السايلو، تابعه. تابعه شوفه شنو شغلت السايلو؟ ليش يجي ما يفرج؟ تعرض ما لابتسام. تعرض ما لابتسام. من اللي ابتسم؟ الموظفين. هذا كلام خطير. خطير ونعم انا. شنو المختلط؟ 500 ألف سيارة قبل 10. بس ما جاي ولا احنا العام احنا سواق تريلات نشتغل بموسم كل محافظات العام محملين بمخمر 1200 سياره قال ثلاث ايام عجبين ماكو تقرير اجانا المدير مال السائل قال عمي ما عندنا مكان ما كتبكم حولونا تلع فوق هسه احنا صار لنا 10 ايام لا هو محولنا هذا سائل عنده مخازن بالمحل انا طاحن سوق للمطاحن عمي انتوا السيارات هاي مال النقل البري مال التجاره افرغ من السائل للمطاحن افرغ من السائل وهات فارغه شنو اللي نبدا مطالبنا سليمه اريد المحافظ يجي لي انا
ممنوع تحكي يا مدير سايلو، ممنوع تحكي يا مدير دائرة كهرباء، ممنوع تحكي يا مدير دائرة بلدية، ممنوع تحكي يا مدير مستشفى. المدراء اليوم بالعراق ما ادري صاير بيهم، يحسسوني ان هم مسوين فتشي للعراق لدرجة انه شايف روحه على العراقيين، يقول لي انا خادمك ومسوي لك اشياء ما موجودة بباقي العالم. بس هو يمكن صحيح، هو مسوي لك شيء ما موجود بمكان العالم، بس ما خادمك لا. شنو ابو تريلا ما يفرغ؟ لا شو يسوي بالحمل؟ تعرفون اذا مطرت الدنيا على الحنطه شو يصير؟ تعرفون الحنطه اذا فحمت شو يصير؟ هسه كل العالم، كل العالم بضمنها الدول المصدره للحنطه تشوف المنتج مالتهم المحلي ايش قد يكفي من قيمه الاستهلاك السنوي للبلد لابناء البلد، يقول لك عندي عجز هل قد قيمه اروح استورده، بس ما اني استورد قيمه الاستهلاك كامله والمحصول مشمور هاي جديده. نفس المكان وعلى ابواب سايلو كربلاء سواق الشاحنات ياكدون انه اكو تسعيره، هي مو تسعيره، هي اتاوه خاوه داخل السايلو، تدفعها تفوت تفرغ الحمل ماتك وتطلع الله وياك، ما تدفعها تبقى برا تنتظر يوم يومين 10 20 الى ان يجيك تاجر من برا يشتري الحمل مال تريلا بسعر ارخص من السوق، وهو يدخلها بواسطاته بدعم حزبي من جهه ما، والتسعيره بالسايلو حسب السواق بين ال 400 الف لل 600 الف دينار، علما انه معدل وسط اجره سائق نقل او سياره الحمل من المزرعه للسايلو، من الفلاح للسايلو بين 500 لل 700 الف دينار. فابو السايلو هنا شو يريد يقول له؟ اشتغل لي ببلاش. تعال نشوف. طبعا هاي صار ثاني مره انا اجي اصور السواق مال الحنطه والسايلو، وعندهم فد رساله دي وصلوها بخصوص بعض السيارات اللي تطب جوا العبايه مثل ما يقولون. شو اللي بعمله شنو صار؟ امانه الله ورسوله، اللي عنده عرف بالسايلو سياقته ما توقف لها. امانه الله هاي رسالة إلى السيد وزير الزراعة، سمعتها في مدينة كربلاء. عندنا وزير زراعة احنا؟ واحد بس يذكرني باسمه، يذكرني بشكله. الناس لما شافت علقت على هذا الموضوع، أول تعليق من صباح الركابي: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، معاناة لا تنتهي الفلاح والزراعة. عقيل الجبوري: والله بعت النسافة بخمس ملايين راس وعربان من وراء السيطرات وعساء بخت الحكومة. علاء صالح: يعاني الكثير من المزارعين من قلة سيارات الحاصدات ما يتسبب بخسائر كبيرة، الأراضي تابعة للمسؤول تحصد بالبداية وتسوق للسايلو وهذه مشكلة كل موسم. أبو عمار الجميلي: العمل الجاري في جميع مراكز التسويق إجبار الفلاح على البيع للتجار بسعر متدني، وهذا بتنسيق بين الطرفين المركز والتجار، وتسوق ليلا بدون انتظار والضحية الفلاح. أحمد الشثاثي: أسمعت لو ناديت حيا لكن لا حياة لمن تنادي، طالبنا المحافظ مرارا وتكرارا بإنشاء سائل الإخيضر ولا من إذن سامعة، مع كل الأسف فلاح وين يروح؟ الفساد مستشري في كل مفاصل السايلو، صارت المبالغ دخول السيارة 500 ألف والفحص 500، حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم يظلم شعبه. قبل الانتخابات تنقلب الدنيا، بس انتخبني ابني، ابني لك سايلو، ابني لك عمارة، ابني لك جسر، وراء الانتخابات كل شيء ماكو، مع كل الأسف. فكان هذا ياسر خفاج. هذا الموسم صار علينا مو موسم البركة والإبداع، موسم الانتقام من الزراعة والمزارع. الله ينتقم منكم، خلونا نكره الزراعة. فعليا بالعراق اليوم اكو هجره لبعض المهن من اصحابها. ملفنا الرابع نبدي من محافظه بابل، واللي يسمع بابل يتخيل اثار اسد بابل، اماكن جميله بالمحافظه، لكن مو هذا موضوعنا. كربلاء بها نهر واللي هو نهر الفرات، فبما انه اكو نهر يعني اكو كورنيش لهنا، الجو لهنا الجو حلو،
الفيلم جميل، الفيلم رومانسي، لكن الواقع اللي دا يصير انه كورنيش بابل مهمل جدا، كورنيش بابل حشائش صاعدة على السياج، الأتربة، الغبار، النفايات، وصار الكورنيش غير مرئي، غير منظور للناس. تعالوا نشوف. يعني أنا ما أعرف هذا الكورنيش المهم اللي انصرفت عليه ملايين حتى يكون منظر جميل للأهالي البابي، للناس اللي تيجي من محافظات الأخرى ويشوفوه. يعني أنتوا قابلين بهذا الموضوع؟ شوف هذا القصب، هذا راح صعد على الحديد مال الكورنيش. طيب من الجهة المسؤولة؟ المشروع يعني المنفذ، الجهة المنفذة باقي ما استلمته، البلدية، من المسؤول عن هذا الموضوع؟ يعني باعوا، يعني انتبهوا على هذه القضية، انتبهوا. وهذا طبعا إذا شاهد باع، يعني هذا بدأ تصعد هذه الحشايش، وهذا المنظر الغير لائق اللي ما يليق بهذا المشروع وإمكانيات هذا المشروع، والفلوس انصرفت على هذا المشروع. معقولة هذا منظر راح يصير لهذا المشروع اللي هو كورنيش الحلة بهذا الحال؟ الشيء الآخر، يعني شوف هسه احنا دا نمشي على هذا الرصيف، يعني هذا الرصيف منظره ويا هذا الكورنيش ايضا غير مقبول. يعني معقولة سالبه؟ يعني هسه الشركة اللي نفذت او محافظة هذا الفيديو اللي شفناه بمحافظة بابل، نطلع من بابل نروح للنجف، لقينا ناشط بمحافظة النجف يتحدث لنا عن طريقة تعامل المحافظ يوسف قناوي بالضحك على عقول الناس، بأن عبد وصبغ أرصفة ونظف الشارع اللي يربط مطار النجف، والطريق اللي راح يمشي به موكب رئيس حكومة إطار التنسيق الموالي لإيران محمد الشاع السوداني، أبو الله لا يوفقني، وترك باقي مناطق المحافظة تعاني من إهمال. مثلاً الشارع أو الطريق قدام جامعة الكوفة، هاي الجامعة اللي أسست في ثمانينيات القرن الماضي واللي خرجت رجالات لهم بصمتهم الخاصة في التاريخ العراقي الحديث، لكن مهملة للأسف. أو الطريق المؤدي إلى مستشفى الصدر، وهذا الطريق اللي يسلكها المرضى لأجل تلقي العلاج واللي تمس حياة المواطن بشكل مباشر. خلونا نشوف. ومن طريق المطار، هذا مطار النجف، جنابك راح تجي منا. فالجماعة هيئوا لك الطريق بالصبغ والتلزيق، هذا منا، هذا الجانب اللي يعتبرونه هم خمس نجوم، واحنا راح نشوفه في طريق جامعة الكوفة وطريق مستشفى الصدر. أخاف تتفاجئ من الإنجازات كلش، يعني خاف لأني مضمومات، لأني تركل، لأن الطريق أكتب السيارة مضللة، ما راح أشوف. هذا طريق المطار اللي لمعوه، وراح نشوفك الجانب المخفي والمظلم من النجف. طريق المطار جمرة وربيع وخمس نجوم، وطريق جامعة الكوفة أمام جامعة الكوفة، هذا الطريق، هذا الجانب المظلم والمخفي من النجف. هاي الأرصفة، هاي الأرصفة المنكوبة، قضية التلميع المؤقت وصبغ الأرصفة شيء معيب إلى يوسف قناوي والقائمين على بلديات النجف والقائمين على الخدمات بالنجف. هاي الأرصفة المنكوبة، ليش ما توظفونها؟ هذا الجانب المظلم. حال اللي تشوفها في محافظة النجف، الناس لما شافتها علقت عليها، وأول تعليق موجود أنا من محمد حرز الخفاجي، مشاريع تنصرف عليها مليارات وتفشل بسبب إهمال البلدية. حسين هادي، بلدية غرقانة بالفساد والبوق والرشاوي، هسا قاعد يلزقون بالشوارع ما يسحون. حيدر محسن، بلدية يشتغلون بالواسطات. فائز مالك الفتلاوي، والنفايات ترس الشارع، واصل التراب النص الشارع، لا تشجير لا إنارة صحيحة، مصيبتنا مصيبة. صلاح الفتلاوي، خليجي أو يشوف المدخل طريق أبو صخير، النجف صار مهزلة. أمير العبودي، مع الأسف والله إلى متى تبقى النجف مهملة؟ فكان هذا تعليق الناس على هاي القضية. مشاهدينا الكرام، إحراق محاصيل الحنطة، خبز العراقيين وأمنهم الغذائي في مرمى النيران، هذا هو العنوان اللي اعتمده قسم التواصل الاجتماعي بقناة الرافدين بالإنفوغرافيك اللي راح نشوفه بعد شوية، واللي سلط بالضوء على الإهمال الحكومي لفلاحين وتحديدا في موسم حصاد الحنطة، وتتعرض الحقول إلى سلسلة من الحرائق المتعمدة بهدف تدمير الثروة الزراعية والحيوانية وإضرار الفلاح، خدمة لمصالح وأجندات خارجية وخاصة لبعض المتنفذين. تعال نشوف.
وهنا يجب أن نجب على قضية من يستهدف الأمن الغذائي بالعراق، لأنه الأمن الغذائي هو يمس المواطن، يمس جيبه ويمس حياته وحياة أهله وناسه ويفيد ناس ثانيين وراء الحدود بشوية يدفرون الباب ويطبون. عطلة عيد الغدير هو الاسم أو الوسم اللي تفاعلوا عليه الناشطين على منصة إكس بخصوص التداعيات اللي لحقت تصويت مجلس النواب على عطلة عيد الغدير اللي وصفوها المدونين بالطائفية واللي ترسخ النهج الطائفي المتبع لدى شركاء العملية السياسية الحالية بهدف التغطية على فشلهم وفسادهم بإدارة البلاد من سنة 2003 سنة الشؤم. عثمان المختار غرد يقول: يوم أمس اقتحم أتباع مقتدى الصدر عددا من المساجد بعد بيان زعيمهم إثر إقرار ما يعرف بعيد الغدير. عدا عن الهتافات الطائفية سجلت بعض المساجد في بغداد سرقة صناديق التبرعات والصدقات وسرقة أجهزة منها من قبل أتباع الصدر، عادي متعلمين عليهم. نور حمدي: العطل المذهبية تؤدي إلى الطائفية، هناك تقصد واضح لإعادة شحن النعرات الطائفية التي قضت عليها ثورة تشرين. أحمد عراقي: مطلب مقتدى بعطلة عيد الغدير كان بتوجيه إيراني، والتصويت عليه من قبل نواب الإطار أيضا كان بتوجيه إيراني. هذه العطلة هي مشروع إيراني بعيد المدى لإدامة الطائفية والاقتتال بين السنة والشيعة في العراق. هذا ما سعت إليه إيران وحققته بواسطة عميلها الإيراني مقتدى الصدر. بشير الغالبي: انتصار ونجاح وهمي، هكذا تبنى الدول. 20 عام ماذا قدمت للشعب العراقي غير الطائفية المقيتة؟ مثل ما شرعت عطلة عيد الغدير شرعونا قوانين وأنظمة تفيد الشعب. يعني لما يقولون بواسطة عميلها الإيراني مقتدى الصدر، أتباع السرايا وأتباع التيار الصدري عادي عميل إيراني، هذا وسام شرف. وسام شرف اليوم بالعراق أنك تكون عميل إيراني، وسام شرف أنك اليوم تكون بالعراق لا تملك وطنية للبلد لكن تملك ولاء إلى إيران. وسام شرف اليوم بالعراق لما يقولوا لك أنت عميل إيراني مثل ما يكتبون، فما يحجون إياه. بس من يطلع واحد يغرد بأي تغريدة بحق مقتدى الصدر وما تعجبهم، لا يطبون للبيت ويعيطون على أبوه ويهددوه ويجيبوا المقر السرايا بالنجف وغير مكان وبابل ويكسرون خشمه ويصوروه هو خشمه مكسور ملفلف ويقولوا لا اعتذر من السيد مقتدى الصدر لأنك حكيت عليه وبينت بعض من جهات خطأه. بس من تقول عليه عميل إيراني لا عادي، هذا وسام شرف. مع الأسف، مع الأسف اللي وصل به العراق اليوم بعض الشخصيات المريضة المقيتة اللي جت تحكم البلد واللي هم مو عراقيين أصلاً ولاهم إلى غير البلد وما يستحقون أن نقول عنهم أنهم عراقيين، يتصفون بالعمالة ويفتخرون بالعمالة. أمثال أياد علاوي لما انطلع بمؤتمر صحفي أيام مجلس حكم الانتقالي يقول: أنا عملت في 3 أو أكثر من أجهزة المخابرات العالمية. يفتخرون بالعمالة. مع الأسف اللي وصلنا لهذا الحال. نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الأحد. في أمان الله.